جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في حالة استبدال الذهب، الوزن قد يكون واحدا وقد يختلف، وإذا بعت واشتريت من شخص آخر قد يكون الفرق كبيرا، ويسمون الفرق في السعر مصنعية. ما حكم الفرق في السعر ومصالح الناس؟ جزاكم الله خيرا. إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد من أمرين: أولا التساوي في الوزن دون نظر إلى جودة هذا أو عدم جودته، أو كون هذا مصنعا وهذا غير مصنع، فلا بد من التساوي في الوزن والمقدار، فإن تفاضل فإن هذا هو الربا الصريح، قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن. الشيء الثاني التقابض في المجلس، فإن تفرق من دون تقابض للكل أو للبعض فإن هذا ربا نسيئة، بقوله صلى الله عليه وسلم: هاء وهاء، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هاء وهاء، يدا بيد. ومعنى ذلك تقابض في المجلس، فإن تفرق ولم يتقابض أو لم يقبض أحدهما ماله من الذهب فإن هذا ربا نسيئة. وأما مسألة المصنعية أو مسألة الجودة فهذه لهذه الأمور لا دخل لها، ولا يجوز التفاضل من أجلها. فإذا أردت، إذا كان عندك ذهب غير مرغوب فيه وتريد ذهبا أحسن منه، فإنك تبيع الذهب الذي عندك بنقود أو غيرها من غير جنسه، وتشتري بالقيمة ما تشاء من الذهب الذي ترغب فيه وهو أرقى من الذهب الذي معك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بالتمر الجيد من خيبر قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنا نشتري الصاع من هذا، يعني من الجيد، بالصاعين والثلاثة، يعني من الردي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، عين الربا عين الربا. وكرر صلى الله عليه وسلم ذلك مستنكرا في هذا العمل، ثم قال: بع الجمع بالدراهم، وهو التمر الردي، بع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبا، والجنيب هو التمر الجيد. فدل على أن من كان عنده ذهب يرغب عنه لكونه ليس من الدرجة الجيدة ويريد ذهبا أحسن منه، فإنه يبيع الذهب بالدراهم ويشتري بالدراهم من الذهب الجيد. هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.